السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، حابين نرجعوا المقابله الاخيره لمانشستر سيتي ضد نيوكاسل، المقابله اللي انتهت ب 2-2. عرفت هذه المقابله خروج رياض محرز في الشوط الثاني. ناس اللي تقول باللي كاين بعض الضباب الالكتروني بطبيعه الحال دائما يقولوا باللي رياض محرز دار مقابله سيئه ومقابله كارثه وكان خارج الاطار. معليش، ايضا برناردو سيلفا دار مقابله كارثه وكان خارج الاطار في مقابله مع نادي متوسط، نادي شختار في ملعب السيتي، لكنه لم يخرج. اذا الرساله واضحه وضوح الشمس، قضيه ليست بقضيه مستوى او ليس او غير مستوى. القضيه واضحه انه رياض محرز كما قلت ونعاود جابوه باش يكون محفز او حافز لتالق سيرلينغ، هذه واضحه ومازلت في رايي، وهذه هي الاجابه على كل الاسئله. هذا هو الجواب الشافي والكافي باش ما نلفو وما ندريبلو ما والو. وهذا ما يقودنا الى شخصيه جزائريه ممكن اعتبارها بعد يعني فضل ربي سبحانه ومساعده الجماهير الجزائريه انه هو المهندس الرئيسي لحصول المنتخب الوطني على كاس افريقيا. وهو المهندس هذا هو اللي زرع الروح وزرع الثقه في النفس، ثقه بالنفس للاعبين المنتخب الوطني. شكون هذا المهندس؟ طبيعه الحال هو المهندس جمال بلماضي. جمال بلماضي في احدى الفيديوهات للاتحاد الافريقي، فيديو خاص يبين مدى العلاقه القويه بين جمال بلماضي ورياض محرز. هذا هو اللي محتاجه رياض محرز، محتاج مدرب يثق فيه، يثق في امكانياته، يحفزه، يشجعه، مش مدرب يجيبه على جهة سيرلينغ. ها الفرق، الفرق بين غوارديولا وجمال بلماضي. صحيح انه منتخب وطني وهذا كان نادي ونادي اجنبي واحتراف، لكن نقولها بصريح العبارة، غوارديولا جابها كما قلت العود، جاب رياض محرز باش يشجع سيرلينغ، باش يتألق سيرلينغ، باش يزيد يبان سيرلينغ. ما جابوش باش على جال فايدة النادي، جابو على جال فايدة سيرلينغ، باش يزيد سيرلينغ يخدم. جابلو رياض محرز فقط ما يدخلش ضمن المشروع ولا مخطط تاع السيتي ولا مخطط غوارديولا. مخطط تاع غوارديولا انو سيرلينغ يبان، امور واضحة. اذا جمال بلماضي، جمال بلماضي هو السند للاعبين، هو الأخ الأكبر للاعبين، هو اللي يحتضن اللاعبين، هو اللي يعاون اللاعبين، هو اللي زرع فيهم الثقة اللي كانت غايبة بطبيعة الحال بأسباب معينة ومعروفة باتحادية الهاوية الفاشلة اللي كانت تشجع مشروع ماجر وتشجع الكاراز، وجبت لنا ماجر اللي يبقى في التاريخ افشل واسوأ مدرب عقب على الجزائر. الو بورتو، نحتاج براهيمين، انتم ما عندكمش مباراه، انا عندي مباراه مهمه اعطوهولي. طبيعه الحال هذا هو ماجر، هذا هو ماجر اللي جانا جابه لنا سي زاتشي، ومن بعد تسمع الذباب تاع زاتشي وجماعه زاتشي والصحافه اللي تابعه لزاتشي واللي ماذا به يبقى زاتشي 50 سنه، يقول لك باللي زاتشي جاب لنا كاس افريقيا، جابنا كاس افريقيا بالو بورتو الحمد لله. اذا الشيء اللي راه يحدث الان رياض محرز هو امر متعمد من غوارديولا، امر متعمد من غوارديولا. ها نعم، لاعب يتألق يسجل اهداف المقابله الجايه ما يكونش اساسي. اللاعب الاخر برناردو سيلفا خارج الاطار يلعب 90 دقيقه، محرز يلعب ما يديرش اخطاء ولا ما يديرش مقابله كبيره، يدير مقابله متوسطه يخرج. ما كانش الشوط الثاني ما يكملوش، يخرج لازم يخرج، بينما من جهه المقابله ما يخرج. من بعد تقول لك الذباب الالكتروني محرز ما دارش مقابله كبيره. اذا قلنا ونعاودوها، امور واضحه، جمال بلماضي هو السر، كلمه السر. لازم محرز ولا لازم نقول بصراحه يعني محرز باش يبان لازمو، ورغم انهم دار موسم ممتاز انا بالنسبه لي محرز بدايه الموسم لولا تكسير، انا بالنسبه لي محرز الان خلاص راه رايح
في مرحله تكسير، راه تكسر. الا ما قلناش راه تكسر، لازم المدرب يفهم، مدرب اللي يعامله ويكون عادل، مدرب عادل مش مدرب تاع سيرلينغ باش يحابي الانجليز باش يرضاو عليك. الانجليز لازم ديما سيرلينغ يلعب اساسي، باش يرضاو عليك الانجليز لازم تكسر لي جوار على جال سيرلينغ ولا تشري لاعب على جال سيرلينغ. اذا امور واضحه، هذا رياض، هذا عفوا جمال بالماضي اللي نسبوا قناه معروفه، قناه رقم واحد لزاتشي معروفه النهار، محامي رقم واحد لزاتشي، نسبوا كاس افريقيا لمن؟ لزاتشي. قال لك زاتشي جاب كاس افريقيا ونساو المهندس رقم واحد، المهندس هو جمال بالماضي، نساو زاتشي نتاعهم واش جاب؟ جاب الخرده واختها، جاب لي الكاراز لا علاقه بالتدريب، جاب لي ماجر اللي تاع ضحك وسكاتش وعندنا عقبه في ايامات تاع مسلسلات، مسلسلات سكاتش صراحه، ملي جا ماجر عدنا نضحكوا صراحه، هذه عدنا نضحكوا عدنا نبسطوا، واللي ما ضحكش لازم يضحك في وقت في عهد ماجر، اللي ما ضحكش ما مش عايز يضحك. والكراس خرده خرده، والحمد لله محرز بحد ذاته قائد المنتخب الوطني قال حنا اللاعبين اللي جبنا بالماضي، ما قالش زاتشي اللي جاب بالماضي. وهذه صفعه اخرى ليك يا المحامي رقم واحد لزاتشي، يا هيئه الدفاع عن زاتشي قناه النهار، صفعه اخرى ليك. رياض محرز قالكم باللي حنايا ولا احنا اللاعبين اللي جبنا جمال بالماضي وليس رئيس اتحاديه. اذا رئيس اتحاديه تاعكم حبيبكم زاتشي لا ناقه ولا جمل بكاس افريقيا وكاس جي، قلتها ونعاودها، كاس جي ما يجيبوش، كاس جي ما يجيبوش. اذا المهندس الاول والاخير هو جمال بالماضي، هذا شيء مفروغ منه، واحد ما يناقش، واحد ما يجادل. الحاجه الاخرى، رياض محرز طاح في مدرب صهيوني عنصري، كنا نهضروا كيف الناس تضحكوا، بالفعل بالفعل تاكدت، تاكدت اليوم وتاكدت من قبل وقلتها عندي قريب عام، عام واش وزدت تتاكد كل يوم، يوم بعد يوم تتاكد باللي هذا غوارديولا عنصري بامتياز، رقم واحد في العنصريه ضد اللاعبين الافارقه وبالادله دامغه. واش غنزيدو اكثر من هكا؟ واش غنزيدو اكثر من هكا؟ اذا محرز باش يرجع بعد التكسير والتحطيم الممنهج والمخطط له من قبل غوارديولا لازم مدرب مثل جمال بالماضي، لازم مدرب مثل جمال بالماضي، يعطيه الثقه الكامله، يمنح الثقه، يوقف معاه، يعاونه، يرجع احسن واحسن. لانه بصراحه انا نهضروا الحقيقه، رياض محرز مع ليستر سيتي كان واضع الثقه الكامله فيه، شكون كان المدرب؟ رانييري. مدرب رانييري كان يوجه اللاعبين تاعو تاع نادي ليستر العبوا الكره مع رياض محرز، لما تغيب لنا ولا ما نلقاوش حلول نعطوا المحرز يعطينا الحلول، ندير فيه ثقه كامله. وهذه الثقه اللي اثمرت على الدوري الانجليزي، بينما محرز هامشي هامشي، دور ما كانش خلاص، ما عندوش قيمه خلاص، لا من اللاعبين لا، وخاصه وخاصه من المدرب. لما المدرب ما يضعش فيك الثقه وما يحترمكش، كيفاش تقدر تمد انت؟ وكيفاش تكون في الداخل في المخطط نتاعو؟ مستحيل مستحيل. اذا هذا الشيء اللي قلناه، لازم مدرب كيما بالماضي باش محرز يعاود ينطلق، لان محرز في البدايه قلتها ونعاودها، في بدايه الموسم انطلق انطلاقه قويه. شكون اللي كسروا؟ كسروا غوارديولا، لما كان يلعب ومتوهج والاداء والاهداف ولي باس ديسيزيف والمراوغات والفنيات، بعد غوارديولا فاق، قال لك هذا راح يطير لي ولدي سيرلينغ. اذا باش ما يطيرليش ولدي سيرلينغ لازم نقضي عليه، باش نقضي عليه بالاحتياط وبالبنك، وبالفعل انجح. حد ساعه راه نجح، حد ساعة، رغم انه محرز ساعة على ساعة يخرج له بين له باللي راني مستوى عالي ومحترف وانا لاعب محترف. انت هاوي يا غوارديولا بالتسيير تاعك وعنصري، بصح انا محترف. انا بالنسبة لي راه داخل في نفق محرز، إلا ما غيرش الأجواء في الميركاتو الشتوي راه داخل في نفق في نفق مظلم. يجب مغادرة، هذا شيء مفروغ منها. وبرافو برافو الجمال بالماضي، العمل الكبير اللي يقوم به. جمال بالماضي محترف يعمل مع اتحادية هاوية فاشلة بامتياز. ان شاء الله
في المستقبل تكون اتحادية محترفة، ناس محترفين يعملوا مع جمال بالماضي باش يعطينا منتخب عالمي، منتخب محترف واتحادية محترفة بأتم معنى الكلمة، وليست اتحادية نادي بارادو. عيب كبير. في الأخير ختمت ملاقاتنا مع مجموعة من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.